عادله، قدرك ان احنا لم نقم امام قضيه من الاساس، قدرك ايضا ان احنا لم نكن نمارس الا عملا نقابيا للدفاع عن زملائنا، ولكن يظل نحن امام قاضي، والقاضي له تقدير. الان التقدير تاخر شهر وعلينا ونحن في معركه قضيه. طبيعي القضيه لم تؤثر طوال الفتره اللي فاتت، وحرصنا الا تكون مؤثره على اوضاع الزملاء، فليكن فلنحرص ايضا الا تؤثر، وان احنا نكمل ما بدأنا. على الاقل انا واثق في الجمعيه العموميه، على الاقل انا واثق في تيارات الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه اللي كانت حاضره دائما في الدفاع عن كرامتها وعن ناسها، واللي هي بتحضر دائما في الدفاع عن قضايا الصحفيين، انا واثق فيه، هو ده الرهان الاساسي. انت ما خلينا لا نراهن على حكم او على اي شيء. احنا دلوقتي امام وضع تم تجميده لفتره اطول وخلاص، قضيه هي مستمره من سنه، فبقت سنه وشهر.